ولتعليقه عن حال العراق ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا ومرحبا بك شيخ يحيى. بداية، عندما تصدر تحذيرات لعدد من المحافظات من الغرق بسيول الأمطار من الجهات المختصة، لماذا لم تتحرك هذه الجهات أو الجهات المعنية قبل وقوع الكارثة برأيكم؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الراقصين. حياك الله أخي الكريم. عندما تصدر هذه التحذيرات يجب أن تصدر إلى الجهات المعنية في تلك المدن والمحافظات لأخذ الحيطة والحذر من جراء هذه السيول، ولكن أنت تعلم ويعلم معنا كل العراقيين والعالم إن حالة الإهمال قد شملت كل قطاعات الدولة منذ 16 عاما، لذلك فلا يوجد هناك شبكات لتصريف مياه الأمطار مثل ما كانت قبل هذا التاريخ، إضافة إلى عدم وجود أي فرق في الكادر المطلوب للقيام بمهماتها لإنقاذ الناس إذا ما حدث طارئ لا سمح الله. لذلك فإن البنية التحتية مهدمة بشكل كامل رغم كل مئات المليارات التي تصب سنويا في جيوب الفاسدين دون أن تراعي حالة المدن أو حالة المحافظات وحاجتها إلى مثل تلك البنى التحتية التي تحفظ حياة المواطن. لذلك فهذه التحذيرات لا قيمة لها، وإنما هي تحذيرات للمواطنين للخروج من هذه المدن أو القرى تجاه مناطق أخرى هم لا يعلمون كيفية أيضا الوصول إليها وماذا سيحدث، لذلك هم مضطرين إلى البقاء في منازلهم ومواجهة هذه الأقدار دون أن يروا أي جهد حكومي لمواجهة هذه السيول أو هذه الكوارث. شيخ يحيى، يعني أنتم أشرتم إلى أن هنالك إهمال، والكثير يشيرون إلى أن المنظومة الإدارية في الدولة العراقية بشكل عام فيها إهمال وترهل، إذن ما الذي يجعل الشعب العراقي ساكتا وصابرا على حكومات غير قادرة على إدارة الشؤون الداخلية؟ أخي الكريم، الشعب العراقي لم يسكت، جوبها بالحديد والنار، واجه الاحتلال وأدوات الاحتلال من هؤلاء الفاسدين والعملاء الذين معهم كل مخابرات العالم من أجل كسر شوكة الشعب العراقي، ومع ذلك فإن الشعب العراقي ظل مطالبا بإنهاء هؤلاء المفسدين، بإنهاء حالات الفساد التي شملت كل قطاعات الدولة. فلا مجانية في التعليم، ولا مجانية في الصحة، ولا مستشفيات، إضافة إلى ما يجري الآن من سيول وفيضانات تغطي هذه المدن وتزهق الأرواح أيضا، ودمرت ما تبقى من جسور كانت قد بنتها الدولة قبل عام 2003. وما بني من جسور بعد 2003 كان بناء مفلوسا قد اخذته المياه في اول انحدار لها، سواء على الوديان او جر الامطار في هذه القرى. طيب كيف ترى دور ايران في وصول العراق فيما وصل اليه من كارثه بعد تحويل الاخيره فائض المياه لديها إلى العراق؟ نعم، هناك هذه الجارة إيران نعم تحاول أن تتخلص وفق ما لديها من بنية تحتية تتخلص مدنها وقراها، ولكن أين هي الحكومة العراقية وأين تواترها التي تعمل على إنفاق؟ شيخ يحيى، هل أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.